بيسان اسماعيل ترد على أنس الشايب. الظاهر أن جدل علاقة بيسان وأنس ما رح ينتهي قريبا، حيث جدل رافق أنس الأيام الماضية، والسبب كان رحمة أخو ضحى زوجة ميكس، حيث استمرت رحمة بالظهور مع أنس خلال الفترة الماضية اللي هي كانت فترة تواجدها بدبي، إلا أن الجدل انتهى بعد عودتها لتونس. وأيضا أظهر أنس صور فتيات الفترة الماضية بشكل كبير جدا على حسابه بإنستغرام، الأمر اللي اعتبر البعض استفزاز لبيسان، لكن الأمر الأكبر كان إعلانه على تيك توك مع فتاة مجهولة الهوية، وكان في بينهم نظرات. بعد أبويا وأمي جانم اسمه على ما يبدو هالشي استفز بيسان، حيث ظهرت بعد الفيديو مباشرة بساعات وردت على أنس أيضا بفيديو على تيك توك بيقول لما تشوف حقك بيتاخذ قدامك. لكن ما اكتفت هون، حيث ردت أيضا بفيديو من ساعات أيضا على تيك توك، حيث دمجت بيسان أغنيتين بأمارة مين وهرجعك غريب للأخرس، بمعنى أنه مستحيل ترجع لحدا، وأيضا متوقع الأغلب أنها قصدت أنس.